سباق عرب الغريفات مشكورين حقيقة على هذا التنظيم الرائع. يسرنا نحن ممثلين الاتحاد أن نقدم لكم التهاني والتبريكات على هذه الجهود الرائعة والمبذولة في إنجاح الفروسية في الوطن. مشكور أخونا موفق غريفات على هذه الجهود الرائعة في إنجاح مثل هذا الحدث الكبير سباقات الخيول العربية الأصيلة. شكرا أخونا محمد المهدي، شكرا أخونا محمد أبو السباع على تسليمكم هذا الدرع للأخ موفق غريفات وجميع العاملين معه. حقيقة يستحقون منا كل الشكر والتقدير على هذه الجهود الرائعة في إنجاح هذه الأحداث سباقات الخيول في عرب الغريفات. نتمنى لكم التقدم والنجاح إن شاء الله. ميدان عرب الغريفات مع صوت الحصان المهلهل من البلال والأم سيتانا للمالك حمدان عزامي والمدرب الحصان نور. أيضا يدخل أرض الميدان لابن وزير الخيل والأم عقادة للمالك حسين أبو قاسم والمدرب حسين ابن بريق الأمل والأم إبريل للمالك عيسى زراعة والمدرب عيسى الخيال وليد كنعان. طلعت أيضا دخل أرض الميدان القادم من قلنسوي بكل قوة للمالك قصي مرعي والمدرب عبد قلنسوي الخيال معاذ أبو علي. شهاب الدين ابن ويستون باللون الأزرق أيضا دخل مع المالك محمد النباري والمدرب محمد والخيال محمد النباري. إذا للمالك مجد ومعتز زعرورة المدرب أحمد زعرورة الخيال على الغريفات. إذا صاحب الغريفات من الأخ موفق الغريفات وتحفيزا وتشجيعا للفرسان المشاركين الخيال المشاركين في هذه السباق هذا اليوم سيتم إعطاء جائزة نقدية لأفضل خيال يحصل على مراتب أولى متقدمة في هذا اليوم إن شاء الله. هذا تحفيز حقيقة وهذه لفتة كريمة من الأخ موفق الغريفات والأخوة المنظمين هذا الحدث لتشجيع وتحفيز الفرسان المشاركين. مشكورين أخونا موفق وأخوانا في المنظمين على هذه اللفتة الكريمة حقيقة التي تعمل على رفع مستوى الفروسية والفرسان في هذا الوطن وفي هذه السباقات. إن شاء الله تنطلق الجياد المشاركة في هذا الشوط. إذا انطلقت على بركة الله تعالى كوكبة الجياد بانطلاقة قوية مثيرة للمجاهد مع الخيال على الغريفات. طلعت ينطلق أيضا مع الخيال معاذ أبو علي ياخذ موقع مناسب. نور أيضا مع الخيال حمد بموقع مناسب. وليد كنعان متأخر بعض الشيء. تنافس كبير أيضا لشهاب الدين والمهلهل. دخول رائع وجميل لكوكبة الخيول على المنعطف الأول. دخول جماعي لكوكبة الخيول ما شاء الله تبارك الله. طلعت ما زال يحافظ على صدارة هذا الشوط في المنعطف ما بين المنعطفين. تنافس كبير بين على الغريفات وطلعت. تنافس جميل جدا جدا بين طلعت والمجاهد. ظهور رائع وثنائي وجميل. طلعت ما زال يحافظ على الصدارة. على الغريفات يحاول. تنافس كبير وجميل ايضا. جهوز جميل ورائع ايضا لشهاب بريك حسيني يحاول تقليص الفارق لكن طلعت ما زال يحافظ على الصدارة. بريك حسين ايضا يحاول من الداخل والمجاهد طلعت ما زال يحافظ على الصدارة بدخول رائع. بريك حسين من الخارج محولي كنوان وعلى الغريفات طلعت بدخول رائع. بريك حسين بالمركز الثاني المجاهد بالمركز الثالث. دخول رائع وجميل لكوكبة الخيول. طلعت اذا قصي مرعي الف الف مبروك الف الف مبروك قصي مرعي هذا الانجاز من قلنسوي الخيال معاذ ابو علي. اخونا مالك تفضل الخيال مالك الخيال القديم والقدير مالك هيبي تفضل تسليم الكاس معاذ ابو علي الخيال قصي مرعي.
إذن عضو إخواني في المركز الثاني حل الحصان بريق حسين بن بريق الأمل والأم إبريل للمالك عيسى زرايعة والخيال وليد كنعان رغم الانطلاقة المتأخرة إلى أن الألف ألف مبروك. أخونا أبو آدم يسلم سلم أبو آدم الجيدات سلم المركز الثاني وأخونا حسين أبو قاسم يسلم.